أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر تتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يوم
مهملة السماء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.